الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء في الرقى والتمائم عن عبد الله بن عكيم مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه ترك. الحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح، وهذا يدل على أنه يترك إلى عارض، إلى جماد، إلى هذه الودعة أو هذا الخيط أو هذه التميمة التي ليس فقط لا تملك نفعا ولا ضرا، بل لا توصف بشعور ولا بقدرة ولا بشيء على الإطلاق. فلو أن إنسانا وكل إلى هذه الأشياء فقد وكل إلى ضيعة وعجز وخراب، لأنه يحرم من تدبير الله عز وجل له بالخير، ومن أن يصنع الله سبحانه وتعالى له، فيترك لهذه الأشياء فهو إلى هلاك ودمار. قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. الحديث على مقال فيه حسنه بعض العلماء، ويعني شواهده كثيرة جدا. قوله لعل الحياة ستطول بك أي فيحتاج الناس إلى علمك ويسألونك لأنك صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعلمهم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد شعر اللحية أن يعني يعمل فيه عقدا، وهذا حال كثير من الرهبان المشركين كالبوذيين وغيرهم، فإن من عادتهم عقد اللحية، فإن ذلك من التشبه بالكفار. وقد يصنع هذا العقد للحية في أشياء من السحر وهذه الأعمال، فيكون النهي من هذا الباب، إما النهي عن التشبه بالكفار أو التشبه بأهل الفساد أو الشرك أيضا من السحرة ومن يسحرون لهم، فيكون منهيا عنه من هذا الباب. قال: أن من عقد لحيته أو تقلد وترى. الوتر هو ما ذكرنا الذي يكون يوضع بين طرفي القوس ليستعمل في الرمي، فكان العرب إذا بلي هذا الوتر وتقطع جعلوه للتبرك والتمائم والقلادات التي يرجون بها جلب النفع ودفع الضر، كما سبق شرحه في حديث أبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فمن تقلد وترا يعني جعله قلادة، تقلده جعل الوتر قلادة لإرابة الوتر بتاع الخيوط القوية دي، يحطها قلادة في رقبته، وذلك غالبا عندهم على سبيل التميمة وجلب الخير ودفع الشر، وقد سبق بيان حكم ذلك إذا كان معتقدا فيها أنها تنفع وتضر بذاتها أو مع يعني بذاتها مع الله أو من دون الله، فذلك من الشرك الأكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فذلك كذب على الشرع وكذب على القدر. قال: أو استنجى برجيع دابة. الرجيع هو فضلات الدابة، لأنه ارتكس ورجع عن صورته التي كان عليها حلالا طيبة
إلى هذا الأمر. وهذا الأمر هذا اللفظ رجيع دابة يدل على أن روث البهائم لا يصلح للاستنجاء بحال من الأحوال، حتى ولو اختلفنا في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، لكن هذا لا يصلح للاستنجاء. كما أننا نقول بطهارة العظم، عظم ما يؤكل لحمه إذا ذبح فإنه يكون طاهرا ومع ذلك لا يجوز الاستنجاء به، فكذلك رجيع الدابة. وأما إذا كانت الروثة لروثة النجسة كما لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه أحجارا يستنجي بها، فأتاه بحجرين وروثة، روثة حمار، فألقى بها وقال إنها روثة حمار، إنها ركس، إنها ركس يعني رجس، ائتيني بحجر. فدل ذلك على أن روث الدواب لو كان نجسا فهو يزيد الأمر نجاسة ولا يكون مطهرا، وإذا لم يكن نجسا لم يلز التطهر به، لأن ذلك طعام إخوان علف دواب إخواننا من الجن. قال أو عظم، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى بعظم أيضا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء بالعظام لأنها طعام إخواننا من الجن كما ثبت الحديث يجدونه أوفر ما كان. والجن مخلوقات خلقت من النار، والنار دي عبارة عن غازات، فتغذي هذه على الروائح ليس مستبعدا، تغذي كائنات من هذا الباب على الرائحة التي تكون على العظم ليس مستبعدا. أنا أقول أن عشان ما حد يقول هو إيه الخرافات دي، العقل لا يستبعد ذلك عندما نفكر في أن هذه أمور غيبية ليست من المحالات، والشرع يأتي بما يخفى على العقول لا بما تبطله العقول، لكن هذا ليس مما تبطله العقول، أن الجن المسلمون، أن الجن المسلمين يجدون العظام التي ذكر عليها اسم الله أوفر ما كانت لحما بالنسبة لهم. قال أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. البراءة من فعله، كما قال تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ومن باب التغليظ قال بريء منه، وبالاتفاق أن هذه الذنوب لا يكفر صاحبها، خاصة أنها ليست من الأمور المشهورة المعلومة، فلذلك ليست هذه البراءة كالبراءة من الكفار أو براءة تكفير، وإنما ذلك براءة من فعله كما أمره الله عز وجل، وعدم قبول نسبة الفعل إلى شريعته صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. استدلال بهذا مبني على معرفة أن سعيد بن جبير من أفاضل التابعين، وإذا حدث بأمر لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، فيكون هذا الحديث مرسلا له، هو مش مرسل في الحقيقة وله حكم المرسل، خصوصا أن هذا لا يقال يعني نقلا عن أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يعرفون هذه الأشياء معرفة جيدة، بل أمور الشرك في هذه الأبواب عندهم منتشرة، فلذلك كان هذا الأمر يعني له حكم الرفع فيكون له حكم الإرسال، يبقى حديثا ضعيفا، لكن يذكر من باب الاستئناس أن فضائل الأعمال يتسامح فيها إذا عرف أصل المسألة. يعني قطع التميمة معروف الحكم الشرعي بوجوب القطع،
وأن هذا من تغيير المنكر. قد فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فهذا ليس إلا ذكر الثواب على أمر ثبت لزومه بأدلة الشريعة. فهذا الذي يقال فيه أن أحاديث فضائل الأعمال يتسامح فيها تذكر على سبيل الاستئناس، والشرط في ذلك ما ذكره العلماء أن يكون الضعف غير شديد، وأن لا يعتقد ثبوت هذا الفضل لعدم الصحة، وأن يكون الأصل ثابتا، أصل الفعل أو الترك ثابتا، وإنما الحديث في الفضائل فقط، يعني في الثواب، مع أن هذه الأمور يعني قد تعارض، يعني الشروط الثلاثة دي قد تعارض في بعض الأحيان، إذا كان هناك مجازفات في الثواب فإن ذلك عند العلماء من علامات شدة الضعف بل الوضع أحيانا. ولكن طالما أن الأمر ثابت إجمالا لا يمنع منه. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كلام إبراهيم هذا عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعموم الأدلة، كراهية التميمة من القرآن أو غير القرآن، لما ذكرنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولم يخصص تميمة من تميمة. ومن هنا كان هذا الحكم وهو كراهية التمائم، والظاهر أنها كراهية تحريم. وقد ذكرنا ما ينقل في الكتب يعني من خلاف عن الصحابة، وذكرنا أنه لم يثبت عن الصحابة بسند صحيح جواز التميمة من القرآن، لا عن عائشة ولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فيبقى أن قول ابن مسعود هو الثابت. قال الشيخ: فيه مسائل، في الباب مسائل. الأولى: تفسير الرقى والتمائم. كما ذكرنا أن الرقى عزائم، كلام يقرأ وأداية تقال أو كلام يذكر، أما التمائم فشيء يعلق، ممكن أن يكون ورقة مكتوب فيها أشياء، ويمكن أن يكون وترا، ويمكن أن يكون خرزة، ويمكن أن يكون مثلا شيء على شكل يعني ثمرة الفلفل، قرن فلفل يعني، أو يمكن أن يكون ذلك حجابا يصنعونه، وغير ذلك مما يدخل في عموم التمائم. قال الثانية: تفسير التولة، أي أنها شيء يصنعونه، عمل يعني، بيقول لك عمل وعمل عند السحرة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. ده مذهب الشيخ بقى، نعرف منه ماذا يقول في الرقى والتمائم، في التمائم من غير التمائم في القرآن هو يعرف الخلاف فيها وسيذكره، ولكن مذهبه أنه ليس هناك استثناء. الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. قد يفهم من كلام الشيخ أنه الاقتصار على الرقية من العين والحمى، ولكن كما ذكرنا سبق بيان الأدلة على مشروعية الرقية من أشياء كثيرة طالما لم تكن شركا. العين والحمى أولاهما، وقد سبق شرح العين، وهي نظر الحاسد أو المعجب إلى الشيء فيصاب فيه، وكذلك الحمى أي ذات السم. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، بناء على ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. طالما قد أثبتنا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم الخلاف، فلذلك نقول الصحيح منع التمائم من القرآن وغيره. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني لدفع العين عشان يدفعوا العين عن البعير.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد برئ منه وهذا وعيد شديد. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، أنه كعدل رقبة لأنه أعتقه من الشرك. التاسعة أن كلام إبراهيم وإبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله، عبد الله بن مسعود، يعني كانوا يكرهون كل التمائم من القرآن وغيرها والخلاف عن غيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.